تخيلوا أنها صنعت من الزبالة ثروة طائلة، وأصبحت من ضمن أغنى نساء العالم، ولقبوها بملكة حي الزبالة. العقل البشري لما يشتغل يا جماعة جبار. يلا نهدر. اليوم خلونا نروح لأم الدنيا مصر، وتحديداً للصعيد في محافظة أسيوط، في بيت أسرة صغيرة متوسطة الدخل. وفي 31 ديسمبر عام 1935 ولدت يسرية ناصف لوزة. يسرية كان أبوها متوسط الحال ويشتغل محامي، وعنده كذا أرض زراعية يسترزق منها، بس كان شديد الحرص على أنه يعلم بنته أحسن تعليم. كانت يسرية من المتفوقات بالمدرسة، وبعد كذا دخلت كلية التجارة في جامعة القاهرة، وحصلت على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية. وفي 23 أغسطس عام 1952 اتزوجت يسرية من أنسي سويرس. ها، لما بتسمعوا لقب سويرس بتقولوا هي أصلا تزوجت رجل أعمال وملياردير جاهز، أعرفكم أني وأنه حياتهم كده وردية. بس أنا بقول لكم، أنسي سويرس وقتها ما كانش ملياردير ولا حاجة. هو صح كان عنده شركة صغيرة وكان عاده جالس يبنيها، بس بفترة الخمسينيات أجا قرار التأميم وأصبحت شركته ملك للدولة رسمياً. هي لو عندنا بيقولوا أو كيف أجت نحس على زوجها يطلق أحسن، لكن هنا يسرية دعمت زوجها وما خلتوش ينكسر، وقرر أنه يسافر إلى ليبيا وعمل هناك شغل مقاولات، يعني كذا كان مغترب وبدأ من جديد ومن الصفر كمان. وبعد فترة رجع لمصر وأسس شركته اللي هي إلى الآن متواجدة، وهي شركة أوراسكوم. يسرية كانت بظهر زوجها خطوة بخطوة، عشان كذا أنسي سويرس كان يقول دائما أنه زواجه من يسرية كانت أجمل صفقة في حياته. وهذا يخلينا نلف 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 ونرجع لمقولة وراء كل رجل عظيم امرأة. العرق النسوي بدأ يشتغل، وبدأت الحياة تزهزه معاهم، والحياة بقى لونها بمبي. طبعا يسرية خلفت 3 أولاد، واللي هم نجيب وناصف وسميح، واللي عملوا أبوها معاها على حرصه على تعليمها، يسرية عملت نفس الشي مع أولادها وأكثر، حرصت أنهم يتعلموا أحسن تعليم ويدرسوا في أفضل الجامعات الأوروبية. طبعاً أعطتهم الحرية الكاملة في أنهم يشتغلوا بالمجال اللي هم يشتوه. يسرية ربت 3 رجال أصبحوا من أهم رجال الأعمال في مصر والعالم العربي، وغرست فيهم مبادئ عظيمة وعلمتهم كيف يقدروا قيمة القرش الواحد. في مقابلة لرجل الأعمال نجيب سويرس قال أن أمهم يسرية وهم صغار كانت تأمرهم أنهم يوزعوا ألعابهم وهدايا عيد الميلاد على الأطفال المساكين، علشان تزرع داخلهم عمل الخير من صغرهم. طبعاً نجيب سويرس مش قليل، ثروته 3.3 مليار دولار. إيش معنى أستاذ نجيب سويرس؟ إيش المجوهرات؟ المهم إحنا دحين ما علينا، الأم مدرسة يا جماعة. المهم في يوم من الأيام في الثمانينيات كذا، يسرية وهي ماشية بشوارع مصر شافت أكوام القمامة متراكمة، وتمنت وقتها إنها تشوف شوارع مصر نظيفة. لحظة يا يسرية، ما تقوليش إنك بتشتغلي في الزبالة، انت زوجة رجل اعمال كبير وعيالك ما شاء الله من اغنى رجال مصر، شوفي لك براند عالمي، شوفي لك مكياج، اجري في الذهب مثلا، يعني مش معقول تشتغلي في الزبالة يا يسرية. طبعا هنا يسرية ردت على هذا الكلام بنفسها وقالت انه القصة مش قصة مكسب وفلوس على قد ما هي تتمنى انها تشوف مصر نظيفة. وهنا يا حبايب اقدر اقول لكم لا تصدقوش، طلعت التجارة في الزبالة ما تقولش أهمية عن التجارة في الذهب والألماس، فكانت من أوائل الناس اللي افتتحوا مجال تدوير القمامة وأسست شركة ارتقاء، بعدها تصبح شركة ارتقاء المصدر الأول لمخلفات القمامة في مصر للدول الأجنبية ومنها دولة الصين. وبدأت يسرية تجمع ثروة هائلة من هذا المجال بدون أي دعم مادي من أسرتها. وهنا نلف 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 ونرجع لمقولة وراء كل امرأة عظيمة نفسها. لا تصدقوش اضحك، اكيد يعني كانت ما نجحتش بدون دعم اسرتها المعنوي. نرجع للمهم، يسرية اسست مدرسة ارتقاء بمنطقة منشية ناصر والمقطم علشان ترفع من كفاءة عمال النظافة في تجميع القمامة وتدوير المخلفات، يعني درستهم دراسة محترمة، وهذا اللي خلاها تمتلك حي الزبالين بالكامل، واصبحوا العمال يلقبوها بالهانم. المهم الهانم يسرية صانعة المليارات وملكة حي الزبالين، قدرت انها تحول القمامة الى ذهب. طيب بتسألوا وبتقولوا المخلفات هذه من فين تجيبها؟ حرفيا يسرية تجيبها من كل نقطة في مصر، من البيوت، الشوارع، الفنادق، المطاعم. طبعا ما توقفتش بس على حي الزبالين، قررت يسرية انها توسع امبراطورية القمامة
وتسيطر على المجال كله. فعقدت عبر شركتها بروتوكول مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية للاستفادة من مخلفات المشروعات القومية، وتعاقدت مع وزارة البيئة ومع شركة ماجد الفطيم لإعادة إنتاج منتجات البلاستيك والأكياس. طبعا هذا كله من فين؟ من مخلفات مول مصر ومن مخلفات كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، سواء كانت في مرحلة الإنشاء أو التشغيل. الله على عقل الست المصرية لما يشتغل. ولأنها صاحبة عقلية اقتصادية فريدة، شغلت عدة مناصب في العمل السياسي والاجتماعي، فكانت عضواً في مجلس الشعب لمدة 6 سنوات، وهبة راحت أسست جمعية حماية البيئة، وكان الهدف من هذه الجمعية تدريب الفتيات والنساء في منطقة حي الزبالين على عدة مهارات مهنية، يعني زي التنمية المستدامة، وبنت مدرسة لأطفال العمال ومستشفى، ووفرت علاج فيروس سي لنحو 20,000 مريض، وخصصت 40 مليون جنيه مصري لخلق 20,000 فرصة عمل للشباب وللمرأة ولذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا هذا غير منح الماجستير في الجامعات الأمريكية والأعمال الخيرية والكثير الكثير. هذه كلها الأعمال يشتي لها حلقة لرأسها. وتخيلوا أنه إلى الآن البعض يستنقص من مهنة عامل النظافة ونقول له يا زبال، بالرغم من أنه نحن أصحاب الزبالة وهو عامل النظافة. في الأخير تحية إجلال وتقدير للسيدة والدكتورة يسرية لوزة، لأنها قدرت تغير مفهوم الزبالة وأثبتت بالطريقة العملية من خلال عملها في جمع الزبالة بأنها أصبحت أغنى سيدة في جمهورية مصر العربية. شكراً كثير لكل من شاف الحلقة والكل اللي وصلوا لهذا الوقت من الفيديو. وعلشان هدار يستمر، لا تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الحلقة وتكتبوا لنا تعليق مليح، والأهم من هذا كله أنكم تنزلوا تشوفوا المصادر في صندوق الوصف. سلام يا حبايب.